قال وما أمرتكم منه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. ففي الأمر قال أيدها بالاستطاعة. ولذا مثلا في قول النبي صلى الله عليه وسلم صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا. يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم الآية. قال فمن لم يجد فإن لم تجدوا ماء فتيمموا. فالإنسان إذا لم يستطع فعل الواجب سقط عنه ذلك الواجب. ولذا قال أهل العلم من القواعد المقررة عندهم لا واجب مع العجز. لا واجب مع العجز، يعني يسقط الواجب بالعجز عنه.